وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. مرحبا بك معنا سيادة العميد. كيف يفهم انخراط الميليشيات المضوية في ميليشيات الحشد التي هي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة كما هو الحال طبعا في سوريا وحاليا في اليمن؟ حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك أخي. لكي نفهم نوايا وغايات هذه التنظيمات المسلحة، بداية علينا أن نعرف المكونات والارتباط، ومن ثم باستطاعتنا أن ندرس الاستراتيجية لهذه التنظيمات. ميليشيا الحشد منذ تجميعها وليس تأسيسها، لأن أصلا كانت موجودة هي قسم من خارج إيران والآخر بعد احتلال العراق، وضعت الخطط لها، والدليل أنه تم الإعلان عنها بعد 3 أيام من سيطرة تنظيم الدولة في 10 يونيو 2014. هذه التنظيمات هي عبارة عن مكونات طائفية تقودها زعامات إرهابية ولاءها التام لإيران، لذلك إيران اتخذت هذه الميليشيات كأدوات تنفيذية لمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. ومن هنا رأينا بداية بالعراق تغولت وتوغلت وفق تعبئة التدرج الميليشياوي بفرض سيطرته الجغرافية والسياسية اللي الآن تسعى له خلال ما يسمى بالانتخابات، وتم اجتثاث الدولة بالكامل. لذلك إيران أوكلت لميليشيا الحشد مهام ملامسة جغرافيا دول الجوار والتوغل فيها واحتلالها. وفي سوريا كما رأيناها تقاتل، واليوم هي تقاتل في الجنوب السوري مع ميليشيا حزب الله وقوات نظام بشار، وأيضا في اليمن التي هي متواجدة أصلا وزاد تواجدها بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح، وليس كما يروج زعامات هذه الميليشيات اليوم بأنهم مستعدون للقتال مع ميليشيا الحوثي. نعم سيادة العميد، يعني هل تعتقد بأن حكومة حيدر العبادي التي هي مرجعية هذه الميليشيا كما تدعي موافقة على هذه المشاركة؟ أخي المرجعية الأساسية لهذه الميليشيات هي إيران. نعم. وأما سلطة المنطقة الخضراء فهما عبارة عن أدوات تنفيذية لتنفيذ هذا المشروع. إذن ما يوجد في العراق هي سلطة بمكوناتها وأحزابها وميليشيات المسلحة تبعيتها لإيران. ومن هنا نرى أن ميليشيا الحشد هو السلاح الحالي والمستقبل المهم لإيران، وهو التهديد الواقع وليس المحتمل لدول المنطقة. نعم. برأيك ما هي الآثار على العراق في حال شاركت ميليشيات الحشد في اليمن؟ أخي لا، هو يشارك وليس لم يشارك. نعم. يشارك في اليمن وفي سوريا، ولدينا معسكرات في العراق أخي الكريم تابع لهذه الميليشيات، سواء سماوة أو طريق كربلاء النجف، تدرب بها ميليشيات حوثية وميليشيات عراقية وميليشيات بحرينية. العراق اليوم هو أصبح الخزانة لهذه الميليشيات، يتم تصدير الإرهاب والمنطقة سواء في سوريا أو اليمن أو حتى تهديد دول السعودية أو البحرين. اليوم دعامات الميليشيات هي من تهدد. إذا لا توجد لدينا هنالك حكومة، ولا توجد لدينا هنالك سيادة. اليوم العراق تحول إلى ولاية من ولايات الإمبراطورية الفارسية ذات التشيع الصفوي. نعم، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.